بعد سارة رغدة كيميجان تحذف صورتها مع غيت مروان، ومعاناة سيدرا بيوتي في عيد الحب شهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قامت صديقة غيت مروان سارة الغانم بإلغاء متابعتها على صفحتها بالإنستغرام، قامت رغدة كيميجان بدورها بحذف صورتها مع غيت مروان في رأس السنة، ولا نعرف لماذا قامت رغدة بهذا الأمر. وأيضا بعد أن قام غيت مروان بنشر بوست على صفحته بالإنستغرام في عيد الحب، قاموا أصدقائه زياد وعمور بالتلميح على أن غيت مروان يستعد للزواج قريبا. في شغلة تانية كمان، هلا اللي حضر فيديو غيت امبارح ممكن يفهم انا عن شو عم بحكي، انه هو لمح على الموضوع، بس اعتبروه تسريب صغير. بعد كم شهر في مفاجأة تانية، فجهزوا حالكم من هلا. سيدرا بيوتي نشرت ستوريات بالامس شاركت من خلالها معاناة السنغال في عيد الحب. حابة اوضح لكم شوي ليش ما في صورة. اول شيء انا حدا ابدا ما له مهتم بالفالنتاين، وثاني شيء السنغل مني ما في، وثالث شيء شكلي مثل المتشردين وش من شوي جيت من المدرسة، ورابع شيء ما لي لابست لكم أحمر، لابس أبيض، وخامس شيء نو ميك اب، هات فلتر ماشي. سادس شيء عم أشمئز وأنا عم أتفرج على الصور اليوم، ما بدي أشوف هيك شغلات أنا. وسابع شيء اللي أكل همي الوحيد، إنه الشيء الوحيد اللي أكل همي تعمل شيء بحكي بالمقلوب. نرجع للسابع شيء هو إنه أنا كتير تعبانة وما لي خلق، بدي أنام. تاسع شيء شو بدي أنام، لأنه ما عم أقدر أنام. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو، منزلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.